السلام عليكم اخوان ديالنا، تبارك الله عليكم، منورين بخير، كل شيء مزيان. دابا الى شفشاون ان شاء الله، مدينة الزرقاء جميلة جدا. تبعونا مزيان وبارطاجيو، مدينة جميلة جدا. خوتي العزاز، بقاو متابعين معايا، بقاو متابعين معايا وغادي تشوفوا شي حاجه مزيونه. بقاو متابعين معايا، شي حاجه واعره على هاد المدينه. المدينه كتعجبني بزاف، ما شاء الله ما شاء الله عليها. واو على هاد البلاصه، هادي واعره 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 بزاف بزاف، ماشي شويه. شوفوا معايا، شوفوا معايا هنايا، شوفوا فهاد البلاصه هادي، شوف واعره واعره. شوف 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 على بنوته كتبحر في وسط الشلاله. شوفوا وهنا بروده واعره، يعني هاد الجلسه هادي اللي جالس هنا يعني بروده وتبارد، فهمتيني؟ يعني جو واعر واعر بزاف بزاف، ماشي شويه.
شوف لها الجمال، شوف 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 هنايا. يا سلام على هاد البلاصة هادي هادي، والله تصفت الكارس. قلت غادي نعمل شي تصويرة هنايا، ولكن غادي نعدل دابا دابا، غادي نقطع الفيديو غادي نعمل تصويرة. كتشاهى مرة يعني تعمل شي حاجة في الخيال ديالك، يعني كتفكر توقف هنايا وتعطي شي واحد تصور.
بزاف شكرا. تبارك الله عليكم أخوتي، وبارطاجيو، وباقي إن شاء الله الجديد الجديد متنوع، يعني في الموسيقى ولا بمناظر اللي في المغرب وخارج المغرب. إن شاء الله غادي نزلت حاجة مزيونة إن شاء الله، وبقى تتابعوني أراه شي حاجة في المستوى إن شاء الله، وبارطاجيو.